العامل المحرك الأساسي ديالي هو الرغبة ديالي في خدمة قضية التعليم، خاصة في القرى ديال المناطق المعزولة من المغرب بالأطلس الكبير. نشأنا جمعية التعليم المغرب كرغبة أننا نخدموا هذه القضية بطريقة مستدامة. فأول مشاريع اللي قمنا بها كانت مشاريع ديال البناء ولإعادة تهيئة ديال المرافق التعليمية بعد قرى الأطلس. والآن إحنا مهتمين بزاف بالفكرة ديال إنشاء التعليم ما قبل الأولي، بالإيمان لعنا كبير بالأهمية ديال التعليم ما قبل الأولي فتسهيل تندروس الابتدائي. عندي إيمان كبير بالدور اللي يقدر يلعب التعليم في التنمية. فالرؤية ديالي للمغرب كشخص شنو يمكن نقدم هو أنني بغيت نخدم في البحث العلمي في المجال ديال التربية والتعليم، وترجمة هذه الأبحاث في المجال ديال علوم التربية السياسات التربوية، ومن بعد تطبيق هذه السياسات في الواقع. فكنطمح أنني نخدم في هذه المجالات الثلاثة والعمل على ترجمة البحث التربوي وآخر الأبحاث التربوية للواقع، خصوصا فيما يخص التعليم بالمناطق المعزولة.